أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من المدرسين، أحرجنا كثيرا ولي أمر أحد الطلبة، وذلك بدعوته لنا إلى وليمة عشاء للإدارة والمدرسين. السؤال: هل تجوز إجابة دعوته؟ إذا كان خص المدرسين فلا، قولوا لا، ما نقبل هذا. أما إذا كان دعوة عامة المدرسين وغيرهم فلا مانع أنكم تجيبون دعوته. نعم.